السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم النهاردة بوصفة جديدة. هي وصفة كيكة الكراميل، بس يا ريت قبل ما نبدأ الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده، ويلا نبدأ وصفتنا. مقادير الكيكة بتاعتنا هتكون كوباية ونص دقيق، كوباية لربع سكر، كوباية لربع زيت، كوباية لبن، 2 بيضة، كيس بيكنج باودر، علبة كريم كراميل، فانيليا سائلة، 2 معلقة لبن بودرة كبار. هنبدأ نحط الكوباية ونص دقيق، وهنحط عليهم الكيس البيكنج باودر، وهنحط معاهم رشة ملح. وهنقلبهم مع بعض شوية، وبعدين هنحطهم على جنب. هنبدأ نجيب الخلاط بتاعنا ونحط فيه المكونات. المكونات اللي هي كوباية لربع سكر، وكوباية اللبن، وكوباية الا ربع الزيت، ومعلقتين الكبار بتوع اللبن البودرة، وهنجيب علبة الكريم كراميل. هناخد المكونات البودرة اللي فيها وهنحطها في الخلاط. وهنحط معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. وهنبدأ نضربهم في الخلاط علشان قوام المكونات يتقل معانا. وهنا القوام بتاع المكونات بدأ يتقل، هنسيبها تتضرب كمان شوية. وهنا الخليط كان تقل واتخلط كويس، هبدأ اجيب كوباية من اللي انا عايرت بيها من الاول وامليها من الخليط، وهحطها على جنب في التلاجة، وهكمل الكيكة بتاعتي. وهحط على الخليط اللي اتبقى في الخلاط الاتنين بيضة، ومعلقتين خل، ومعلقة صغيرة فانيليا سائلة علشان تشيل زفرة البيض. وهنبدأ نضربهم كويس في الخلاط. وهنا الخليط كان خلص خلاص واتضرب كويس مع الاتنين بيضة.
هبدأ احط الخليط كويس جدا، واحاول ما سيبش اي حاجة في الخلاط على الدقيق. واقلبه كويس، واحاول اقلبه في اتجاه واحد. وهنا الخليط خلاص كان اتخلط كويس. هبدأ اجيب صينية دهناها زيت ورش عليها دقيق واحط فيها الخليط ده كله. وبعدين هحطها في الرف اللي في النص في الفرن على درجة حرارة 180، واما الكيكة بتاعتنا تعلى وتستوى نبدأ نشغل الشواية عشان تاخد لون من فوق. وهنا الكيكة كانت خلاص استوت، وهنا كنت بوريكم ان الكيكة طالعة طرية وهشة وجميلة جدا. هسيبها تبرد شوية وهبدأ اسقيها بتلت كوباية لبن. وهنجيب الصوص اللي احنا حطيناه في التلاجة هنبدأ نفرده عليها. انا هنا كنت فردت الصوص خلاص كويس على الكيكة. هبدأ اجيب كيس الكراميل اللي بيكون في علبة الكريم كراميل واحطه على وش الكيكة. وهبدأ اجيب خلة الشيش وهزين بيها الكيكة. هنا الكيكة بتاعتنا خلاص خلصت وزيناها، هنبدأ نقدم منها قطعة. الكيكة دي من أطعم الكيكات اللي بعملها وأحلى الكيكات اللي بعملها بجد، بتكون طرية وهشة وطعمها جميل جدا. ياريت تجربوها وتقولي لي رأيكم فيها. ودي كانت وصفة النهاردة، ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده.